قلبي يوجعني. الحب والاحترام لهم ولمشاهدي ام بي سي. اتهم قلبك يوجعك قلت بعد ضامنت ويا الشيخ. اي والله لا اني متضامن مع المنطقه الغربيه، لان حقيقه هم قدموا تضحيات واصبحت اكثر المناطق العراق منكوبا بعد 2003 ولحد الان، والله ويستحق كل الاهتمام من الدوله العراقيه، من الاعمار الى توفير حياه امنه لمواطنيها. والله يا استاذ طارق كل محافظه عزيزه علينا ان كانت بالغربيه كل العراق اكيد، بس اكو مناطق يعني تضررت كلها تعبانه انت كلها بحاجه، وما تاخذ موصل مثلا مع بقيه المحافظات اللي ما ضربها داعش فعلا. طيب شلون نشوف تقاطعات السياسيه الحاصله؟ وين ما اخذتنا برايك؟ والله مع الأسف كما تفضل الشيخ، التقاطعات السياسية هي مشكلة أساسية ليست جديدة بعد 2003 في كل دورة انتخابية، بعد أن يتم إعلان نتائج وتبدأ المفاوضات لتشكيل العملية السياسية، أكيد العملية السياسية لم تولد بشكل طبيعي دائما، يعني عمليات قيصرية وبصعوبة بالغة، تدخلات يعني وساطات إقليمية دولية، يلا يعني جاءت بحكومات، ربما هذه الحكومات صحيح كانت توافقية ولكن حقيقة لا يتحمل طرف واحد فشل كل هذه الحكومات، لأن أكثرية الأطراف السياسية المتواجدة حاليا في الساحة السياسية وبعد إعلان نتائج الانتخابات وحتى بعد تشكيل التحالف الثلاثي والأطراف المقابلة لها كلها كانوا مشاركين في الحكومات العراقية، يعني كلهم كانوا مشاركين ويتحملون كل حسب حجمه يعني أسباب فشل الحكومات وزيادة الفساد وانتشار البطالة وعدم تقديم الخدمات، هذه كلها يتحملها كل الأحزاب بما فيها أحزاب كردية شاركت في بغداد. لذلك أنا لا أستثني أحدا من الأحزاب الذين ناضلوا من أجل التحرير وبعد ذلك الذين تشكلوا وساهموا في بناء العملية السياسية. الآن نحن مقبلون على احنا على هذا الكلام وهذه يعني البداية الغير مشجعة. احنا رايحين لأربع سنين هم مشاكل وصراعات والخسران الأخير هو المواطن. أكيد بداية العملية السياسية غير مشجعة، نعم خيبة أمل بالنسبة للناخب الذي شارك، يا ولو المشاركة لو أخذنا بنظر الاعتبار نسبة المشاركة المواطن العراقي في الانتخابات لم يتجاوز 25% في كل المحافظات العراقية. طيب. هذه نسبة قليلة، حتى الأحزاب المتواجدة حاليا في الساحة ويتناحرون على المناصب السيادية على الكحكة السلطة وليس على خدمة المواطن وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة، لا هم لا يشكلون إلا جزء يعني 25% من 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 أصوات الناخبين، البقية قاعد بالبيت وما إلى شخص يتحدث باسمه، هاي مشكلة البلد. لذلك المشكلة الأساسية هي المصالح الحزبية والمناطقية.